التقت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مع معالي الدكتور حسن الغباش وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش مشاركة سعادتها في أعمال جمعية الصحة العالمية 76 المنعقدة في قصر الأمم المتحدة بجنيف. وخلال اللقاء أكدت سعادة وزيرة الصحة على أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما المجال الصحي، وبحث الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي شملت مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الصحي، إضافة إلى استعراض الموضوعات المتعلقة بمختلف المستجدات والتطورات الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.